فهمني ليش جايبني لهون؟ منشان نحكي براحتنا. ليش بده يكون في حكي بيناتنا؟ اسمعيني، أنا كمان صرت من العيلة، وكل شي بخص هاي العيلة بخصني إلي. وهلأ أنا بدي منك جواب، بتحبي لهذا اللي اسمه سعيد مو؟ ولا بدك مصاري منه؟ من عقلك عم تحكي؟ مين قالك إني بدي أخذ مصاري منه؟ بس أنا عن جد بحبه، عم تفهم شو عم أقول؟ كل همي سعيد يكون إلي وبس وخلصنا. معك حق، لا تواخذينا، سعيد شب ما بيتفوت أبداً. إيه أكيد حياتي، والكل بيتمنوا رضا، حتى خطيبتك بتضايقها. إيه روقي، لوين طاحشة؟ من وين جبتي هذا الحكي؟ ما في داعي نضحك على بعض، الحقيقة مبين عليك زلمة كتير حربو. صحيح، معقول لهلأ ما انتبهت إنه سوزان مهتمة بسعيد كتير؟ اسمعي، مو نصيحة تتدخلي، وعلي بخصني ممنوع حدا يقرب، عم تفهمي؟ ايه بس انت لازم تنتبه شوي، وبظن هالشي من مصلحتنا اتنيناتنا. ماشي، خلينا نسكر هالموضوع، بس بدي تجاوبيني على سؤالي. هلا انت يعني مو هاممتك المصاري؟ جاوبي. احمد وثروته كلياتها ديون، القمار تبع ابنه ما دفع، انا يلي دفعت، لانه بجيبتي مصاري بتكفي العيله كلها. طلعي فيني. الظاهر مبسوطين حنكون.